معنا في الاستوديو السيدة مريم جمعة عباد، عمدة بلدية أنجمينة ورئيسة جمعية بلديات أنجمينة. السيدة العمدة، نرحب بك للمرة الثانية. أهلا وسهلا. جمعية بلديات تشاد في الأيام الفاتت سوت عدة لقاءات، شنو الهدف من اللقاءات المتكررة دي؟ أيوة، شكرا. البلديات في تشاد كلهم هم 42، والبروغرام ناسيونال انا ديفلوبمون ده هو بروغرام بشمل كل البروجي هنا تشاد. في ده ان نقولوا ال 42 بلديات ده كل شاركوهم في الميسيون المسا في الريجيون، يعني المينستير دو بلان هو راس الميسيون في الريجيون، وفي الريجيون ده قدروا شافوا شنو المشكله هنا الريجيون، وفي المشكله هنا الريجيون ده المشكله هنا البلديات كله قاعد في لبه. وده بعد ما خلاص الميسيون ريجيونال جو في نجمينا، بتانا انينا 42 عمده ده لمينا في نجمينا، سوينا اتيليه وادوبتي البروغرام ناسيونال ده. يعني شفنا هل الشيء اللي انينا قلنا في البلديات برا ده، هل الشيء ده قاعد شالوه في البي ان دي ولا ما شالوه ان كنت. جينا سوينا اتيليه وفي الحمد لله لقينا كل الاشياء ده دقائق في لب البي ان دي. طيب نعم، بي ان دي الخطه الوطنيه للتنميه. أيوة. جات في الايام المقبله تمشي في باريس ويسووا الطاوله المستديره هناك عشان لحشد الموارد لتمويل الخطه الوطنيه للتنميه. طبعا هل البلديات دي عندها مشاريع هامه عشان تقدمها في الطاوله المستديره دي للتمويل؟ أيوة، البلديات عندهم مشروع كتير. المشروع الكتير ده هسا ما نقدر كل كي نقول لك هنا، لكن عندنا مشروع بنادو بروجي فار. نقول لك البلديات عندهم مشاكل هن الأسن السماء، هن الوساخة. كيف نملق الوساخة من الفيل؟ كيف نقدر نسوى المجاري هن الألمي عشان الشعب ألمي ما يأكلهم؟ ده عندنا مشاريع فار مثل ده. هسا مش الكنشيل قال المشروع هنا نجمينا هنا مرقين الوساخة، نجمينا ما هنا عايشين في الوساخة، هنا عايشين في الوساخة. عندنا 1200 طن، هسا الرسامة سوينا اتود لقينا 1200 طن بار جور، يوميا 1200 طن، لكن ما نقدر نمرق ولو 200 طن، الالف قايد معنا. دونك عندنا مشكلة هنا الفليير ذاته، يعني كيف من البيت نمرقو، كيف نودو، كيف نقدروا أو نترانسفورمي ولا ندفنو هالشيء ده. دونك إمكانيات مثل ده ما عندنا، خبرة كلها ما عندنا، ندورو الفينانسي لنا بروجي فار زي بروجي أنا بديشي. بروجي فار آخر في شيء فمشي في نجمينا اليوم كان قاعد يسيركلي، تلقى بازات قديمين، تلقى تاكسيات قديمين، تلقى موتو ما أورغانيزي. دونك أنينا ندورو يورغانيزي لنا الترانسفور عن الفيل، وين بكان الشوارع الكارات بشولو، والكارات ده كله ببقوا نفر كيف كار كان بيجي قديم يمرق من نجمينا ما يخدم في نجمينا. ده أنينا هسه فكرنا الماشين فوق ننظمه ترانسبور عن كومين هنا الفيل يبقى هنا نجمينا، كان هنا مندو كان عبش عندنا للمشاريع ده نمشي فوق. تمام، شنو المنتظر من هذا الموعد في النهاية؟ المنتظر هو أننا نمشي ده ندور الأشياء اللي دورنا في الـ PND 2017-2021 في الخمسة سنة ده، ندور البارتنر أنا يفنانسي لنا التمويل، ندور يمولوا لنا الأشياء اللي ندور نخدموها في الخمسة سنة الحسة جاية دي. باعتقادكم يعني من خلال الطاولة المستديرة دي، هل يعني أنتم تعتقدوا تلقوا تمويل؟ إن شاء الله نلقوا 100%. كان ما لقينا فيه 100%، أقول أنا نقول 90% نلقو، عشان المشاريع اللي سوينا ده هو مشاريع هنا البوبيلاسيون، ما مشروع هنا غوفرنما، ما مشروع هنا منستر واحد، ما مشروع هنا ريجون واحد، هو مشروع هنا البلد كله والشعب كله يتشاركوا فوقه، والشعب شاركوا في الإلابوراسيون هسا هنا البي ان دي. يعني كان بيجي مشروع هنا الشعب تمويله ببقى ساحل، واي اشياء الشعب مشوا لهم والشعب قالوا ده جاي في البي ان دي. هو مش نقول لك شنو اربع اكس استراتيجي،
يوم الميسيون مشوا أربعة محاور استراتيجية. استراتيجية يوم الميسيون مشوا الأشياء السمو ده جهني سو ميزان كوميدا لقيوا أربعة استراتيجي ال الاستركتور قاله مش شنو نقول لك قالوا بدوره خلي عندك ده لا كويزيون ناسيونال التلاحم الوطني الناس كله خليه يشوفوا نبقوا يونيتي ناسيونال نبقوا كلنا نتضامنوا كلامنا شيك نفرنا شيك كولتور حقنا شيك وده كله كان يشولوا دون مانيرا بوزيتيف ونبقوا شعب واحد هنتشات والبروجي ده نقدروا نسو اي تشادي يربع فوقه ده الاكسل استراتيجية الواحد الاكسل استراتيجية الاثنين الناس قالوا الشيء ده كان فينانسي جابوا ده خليه جيري اديل لا بون غوفرنانس ترانسبارانس ده دوره لكن كل الغوفرنمان خطه لان اكس استراتيجي خلي الاشياء ديك اللي جينا نجيري بكل ترانسبارانس وكل جوستيس والاكس الرابع قالوا خلي نديفيرسيفي ايكونومي هنانا ما نقولوا اسم مش عند 2003 الرئيس بيقول كي ما تقودوا لقرص البترول قرص البترول ده مش راحد وبيجف امشوا في الزراعه أمشي في الثروة الحيوانية أمشي في التوريسم أمشي في التجارة وأمشي وأمشي وده كله خطه هسه عليهم كان لقينا المال ده كله ندفرسي فيه والعكس الأخير والمهم لاميليوراسيون دي كونديسيون دي في دي لا بوبولاسيون الأشياء أن الغدا نحسن الوضع عن الشعب التعدي ده كله كقائد في البين دي يعني كان الأشياء الاستراتيجية الأربعة ده قاعدين يعني ما نلقوا أي صعوبات للتمويل عن البروجي تمام في تشادين في بعض تشادين يعني دايرين إفشال أنا إقامة الطاولة المستديرة بباريس عشان نلقوا الموارد لتمويل الخطة الوطنية للتنمية شنو ردك للتشادين دول؟ أنا نقول نادم بس اليوم بقول كي البروجي ده ما تفينانسي ده نادم بس اليوم يقول لك ما تجيب علمي للشعب نادم عليهم يقول لك ما تجيب إلكتريسيتي للشعب نادم عليهم يقول لك ما تبني مستشفى ما تسوي شاري للشعب ده هل هو نادم ده تشادي أنا نفتكر نقول نادم ده ما تشادي وبدور خراب التشاد وأنا نتشاديين كله بصوت واحد نقوله مساعدين البي ان دي وخلي البارتنير عمباكر يفنانسي لنا للبي ان دي ونلقوا أميليوراسيون على كونديسيون دي فيها لشعبنا تمام السيدة العمدة نشكرك كثير لتلبيتك لدعوتنا شكرا